الله جل وعلا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فنأتي نرضي واقعنا ببعض التنازلات، نرضي واقعنا ببعض التنازلات عن ديننا كإلقاء الحجاب مثلا، التقليص من فوق والتقليص من تحت، هذا ليس هو الإسلام. بعد ذلك أن يكون أنتمي للإسلام، الإسلام ولو نطق لبرئ من هؤلاء جميعا أبدا. إما يذكر عن المصلح الإمام محمد عبده، أنا لما أزور المدارس عندنا في عمان، في الطابور ألقي في بعض المدارس الثانوية ألقي محاضرات وأورد هذا المثال، أقول للطلبة والطالبات: تعرفون محمد عبده؟ يقول: نعم نعرفه، كلنا نعرفه. من محمد عبده؟ قال: فنان العرب. أنا أتكلم عن الإمام المصلح محمد عبده، وهذا يتكلم عن فنان العرب، كلنا يغني على ليلى. الإمام محمد عبده زار فرنسا، وجيء له للإمام محمد عبده، جيء له بالطعام وجيء بالشوكة والسكين والملعقة والأسلحة التي تعرفونها جميعا. أنا أعلم أنكم تستخدم هذه من بقايا وبقايا المذكور أعلى والموقع عليه أدنى. فالحاصل أنه لما قدم الطعام للإمام ومضيفه كان بجانبه في مقهى حضره فرنسيون، الشيخ حسر عن ساعده بسم الله الرحمن الرحيم وبالخمس، قال المضيف: قال يا شيخ فضحتنا. قال: لما؟ قال: انظر حولك، الناس كلها هذا اسمه صح؟ نعم، تمسك الشوكة بالشمال كالشيطان الرجيم وتمزق قطعة اللحم تمزيقا وتفريها ثريا بالسكين وتأكل بالشمال، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ويشرب بشماله، فامتثالا فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قلت لسماحة شيخنا حفظه الله، قلت له: هل النهي هذا للكراهة أم للتحريم؟ لا يأكل أحدكم بشماله ويشرب بشماله، هل هذا النهي كراهة، نهي كراهة ولا نهي تحريم؟ قال: بل نهي تحريم، لأن التشبه بالشيطان حرام. فالشيخ بكل أريحية قال لهذا المضيف: قال صبرك علي. فنادى العامل الذي في المقهى، قال له: هذه الشوكة كم مرة تغسلها؟ قال: مرات عديدة. قال: لما؟ قال: لأن الآكلين بها كثر. قال: أما شوكتي هذه فواحدة، والذي يأكل بها واحد، وأغسلها في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات، فأنا أطمئن لها أكثر من شوكتك بسم الله. فإذا بالفرنسي يقتنع بكلام الشيخ ويخمس الفرنسي أيضا. نعم، المسلم يؤثر ولا يتأثر، المسلم يقود ولا ينقاد. وأنتم كطالبات بارك الله فيكن وجعلكن مشاعل هدى وشموس دجى، أنتم في واقعكم عليكم أن تكونوا سفراء الإسلام. لا، والسفارة للإسلام لا تحتاج إلى تخويل من مكان ولا تفويض من مكان، من جهة استمساككن بالإسلام يعني أن تكن سفراء للإسلام في كل تقلباتكن وأحوالكن، في كل مكان، في كل موقع مواقعكن تجسدن الإسلام.